هاي الشهادة على بونا بشر ولد أحمد الحيدر اللي اللقب العائلي نقولوا له بشاد، الله يرحمه. أهل الصحراء اليوم فقدت رجل عظيم، رجل للعامة، رجل خلى بصمات حية ومثالية في التاريخ، رجل كان مثال في أخلاقه في سلوكه، رجل محبوب عند الناس كاملة، رجل كان يخيط اللابس السلك الأبيض من بين أهل الصحراء كاملين، رجل معروف ببشاشته وحسن الخلق يتميز به بشاد بشر ولد أحمد الحيدر الله يرحمه. أنا من الناس اللي ربينا معاه من قرب، نعرفوه لا بذيك البشاشة، نعرفوه لا بذيك التحريض على شي صالح وعلى الدين وعلى الثقافة، هذا هو اللي نعرفه احنا به بشاد بشر ولد أحمد الحيدر، وأب للجميع وله العطف للجميع ويبغي الجميع. هذا فقدنا هذا الرجل العظيم اللي كان مدرسة، كان مثال للجميع ونبو عن هذه الأجيال القادمة تقبض كمثال في الأخلاق في السلوك في الثقافة كأب كأخو كجد إلى آخره. هذا هو اللي قد تخلي للتاريخ وتخلي للأجيال اللي المحبة وشي صالح والمثال العليا للصدق، هذا هو بشر ولد أحمد الحيدر.